عيان إلى الرأي العام. يواصل الاحتلال التركي إرهابه واعتداءاته المتواصلة على أرضنا، ممعنا في انتهاك سيادتنا وأرواحنا في النهج الذي دأب عليه. لقد جاءت الاعتداءات التركية مخلفة عشرات الشهداء والجرحى والمتضررين، التي تأتي استمرارا لاعتداءات سابقة، وعلى مرأى من المجتمع الدولي برمته الذي يقف صامتا بل ومتواطئا مع هذه الاعتداءات. لم يكن ليجرؤ المحتل التركي على إدخال طائراته الحربية إلى الأجواء السورية قرب القواعد الأمريكية إن لم يكن هناك ضوءا أخضرا لعدوانه. مع التغاضي الدولي عن هذه الاعتداءات أيضا، نجد أن الموقف الروسي الذي يقدم نفسه ضامنا للعملية السياسية وفق مسار أسيتانا في سوريا هو موقف ملتبس وغير واضح، بل منحاز للموقف التركي ومشارك بالصمت الدولي، وإلا كيف للضامن أن يغض النظر عن دخول الطيران التركي للأجواء السورية استكمالا لإرهاب دولته المتعاقب على سوريا والسوريين. إننا في الملتقى الوطني الديمقراطي السوري نتبنى تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه، ونهيب بالحكومة السورية والإدارة الذاتية أن يتم فتح الأبواب الموصدة بينهما وتنحية كافة النقاط العالقة وتحمل مسؤوليتهما التاريخية أمام هذا التصعيد في الاعتداءات واستباحة سيادة الدولة السورية وكرامة الشعب السوري. بالحوار الجاد والتعاون والتعاضد للدفاع عن الأراضي السورية بكافة السبل والوسائل، ودعم المقاومة الشعبية كخيار لردع المحتل وتحرير الأرض، ومتابعة الحوارات بشكل حثيث وجدي للوصول بالبلاد إلى بر الأمان. إننا نعلن مساندتنا لأهلنا بكافة الأراضي السورية المعتدى عليها، وندين ونرفض الاعتداءات من أي جهة كانت، ونؤكد على خروج كافة الاحتلالات الأجنبية من أرضنا، ونستنكر الصمت الدولي ونطالبه بموقف واضح وصريح من هذه الاعتداءات، والضغط على النظام التركي لوقف مجازره بحق السوريين ومنعه من استغلال دمائهم في بازار الانتخابات القادمة. الخلود للشهداء والشفاء للجرحى. عاش نضال شعبنا من أجل الحرية، والمجد لسوريا. حلب في 22 تشرين الثاني 2022، الملتقى الوطني الديمقراطي السوري.